هذا الله يجزاه خير. عبالنا الاكياس كلها بالمجان. الله يكتب اجرك ان شاء الله. الله يكتب اجرك يا شيخ كمان. يطلبكم الصحه والعافيه. اللهم امين. اللهم امين. وجزاك عننا كل خير. اتمنى ان شاء الله نزور بلادكم ان شاء الله. عاجل إلى أهل تلمسان إن يعرف رب من عم كمان الواقع مخبزه خلف المسجد الكبير. أتمنى إن شاء الله نزور بلادكم إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله ربنا يكتب لك زيارة قريب إن شاء الله. وتصلي إن شاء الله في الحرمين وتدعي لها أنت والزوجة إن شاء الله.